أهلا بكم من جديد. شتاء جديد يعيشه النازحون السوريون حاملا معه معاناة لا تتوقف بسبب منخفض جوي شديد البرودة، حيث تسكن غالبيتهم في خيام ممزقة لا تقيهم البرد ولا المطر، كما يفتقرون لأبسط مقومات الحياة من غذاء وكساء ومواد للتدفئة. ومعظم خيام النازحين المشيدة في الشمال السوري تعجز عن مواجهة العواصف المطرية والرياح الشديدة مع بدء فصل الشتاء، ما يعمق المعاناة الصعبة التي يعيشها أهالي المخيمات جراء تردي أوضاع المعيشة وسوء الأحوال المادية مع ارتفاع نسبة البطالة بالتزامن مع انخفاض نسبة الاستجابة للمنظمات الإنسانية في مناطق الشمال الغربي. وحسب تقرير صادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أوتشا، فإن 85% من مخيمات الشمال السوري أقدم من عمرها المتوقع وأكثر عرضة للتلف وأقل مقاومة للظروف الجوية. شو بحكي ماشي؟ ومن البرد التهفت عليها العملية، هلا بطنها هيك مرة ما عم تحسن، لا تروح دكتور لا تجي، الدفى القتل كل البرد قاتلنا. لك صغيرة شوف، طلع شوف بشو لافين أنا صغيرة مشان ندفيها وما عم تدفي، طلع شوف شوف تعجز هذا حالته. شوفوا مانا نار، شوفوا مانا نار، ما انا عم احسن ياخذوا على الدكتور، ما حرام من الله. شوف شو حاطه هون بسكة، شوف طف علي الحمله وفاتت المي لهون. متجوزه وابوها راح من غير شرع على سوريا لحزم حجاب. نشرتها وفلت. سلام تعاني من فتحه بهراوي واستسقاء بالراس. وبحاجة إلى مساندة. نتمنى من هالعالم كلياتها لو يزتونا بالبحر ونخلط من هالحياة كلياتها. ليش؟ حاج يدعي يقولوا بإسلام وبإسلام وبإسلام. اليوم صفت اللي غير مسلم أحن على المسلم من المسلم. واحد ما عاد يحسن يجيب علبة دواء لعيلته لمرته. واحد ما عاد يحسن يدخلها مستشفى. يعني عم يموت ابنك قدامك. يا استاذ شو بدي احكي؟ انا بنتي هلا بدها دم. قال لي هلا الدكتور قال لي بدها وحده دم يا تخسري يا البنت. لا ما يحط لها دم ولا ما يطعميها ولا ما يشربها ولا ما يدفيها. ابني الصغير معه حسيت ربو على صدره، معه ربو. هذاك النهار دول اختنق بالليل، ما في كهرباء ولا في تدفئه. اجى اولادي الحلا الساعه 8 ونص طلع على المشافي لانه كان اختنق ابني. صلي جمعه مريضه، والله العظيم ما انا عم احسن اتحرك. قلبي صدري كل شيء فيه عم يوجعني، عيوني ما انا عم اطص فيها، رأسي عم أحس شيء عم يوشفه، كتير تعبانة. وللوقوف على آخر الأخبار في هذا السياق، ينضم إلينا عبر الأقمار الاصطناعية من ريف إدلب مراسل الجزيرة مباشرة زميل علاء الدين اليوسف. علاء أحييك، وبالطبع نريد أن نستمع منك للجديد فيما يخص معاناة النازحين السوريين في الشمال السوري، تفضل. نعم أحمد، حقيقة الوضع كما هو منذ بداية فصل الشتاء، وخصوصا اشتد الوضع سوءا بعد بداية المنخفض الجوي الذي قارب على 20 يوما تقريبا حتى الآن. ثلوج في ريف حلب الشمالي بالإضافة إلى ثلوج في مناطق ريف إدلب الغربي، وأمطار غزيرة هطلت هنا في ريف إدلب الشمالي. عشرات العائلات حقيقة، مئات العائلات عفوا، شردت، جلست في المساجد، جلست في المدارس، أخرجت، خرجت من خيامها. كما نشاهد الخيام بالية. أحمد، آخر مرة شهدنا فيها توزيع للخيام أعتقد منذ النزوح الأخير في عام 2019، وكان هو أيضا توزيع محدود، فبالتالي من الطبيعي أن تكون هذه الخيام بالية ولا تتحمل لا برد شتاء ولا حر الصيف. نحن الآن وفي كل يوم عبر الجزيرة مباشر نخرج لكم على الهواء من داخل خيام هؤلاء النازحين الذين يعيشون حقيقة ظروفا قاسية مع درجات حرارة تصل إلى صفر وما دون الصفر. وكما نشاهد هذا بما يسمى باللهجة السورية الببور، هذا من المفترض أن يستخدم على الكاز، هم يستخدمونه على مادة المازوت الديزل. لماذا يستخدم على المازوت؟ لا يستطيعون تركيب مدفئة مازوت. دابو المازوت الواحد تقريبا ثمنه 70 ليرة
تركيا، فبالتالي العائلة تستهلك في الليلة الواحدة أكثر من دابو، فبالتالي لا يوجد عائلة تستطيع دفع هذا المبلغ، لكن هم يشعلون هذا الببور ويستخدمونه كغاز أيضا وللتدفئة فلمدة ساعة أو ساعتين ويقومون بإطفائه. نحن الآن في خيمة أم سطيف. مرحبا أم سطيف. أهلين يا هلا يا أخي. أم سطيف، مثل ما أنا شايفين وقلتي لي عندك حماتك وعندك درتك وعندك أولاد، كيف الوضع هون؟ اشرحي لنا إياه وكيف مر عليكم المنخفض. نعم والله يا أخي الوضع مأساوي، البرد بالليل، أغطية ما في، صوبات ما في، تدفئة ما في، يعني جوزي ناطور راتبه 150 ليرة تركي بالشهر، إيش بدي يكفوا لبس، بدي يكفوا أكل، إيش بدي يعني لباس ما في مثل الخلق. شايف شلون عيشتنا شلون عايشين؟ تدفئتنا هذا الببور، ما عنا غيره شيء. إذا عنا مصاري جاب جوزي مصاري عبينا الببور، ما عنا. الأولاد من أول امبارح كرز ابن ابني، جيته سخونة من البرد، سخن وسعفنا على المشفى أزرق مثل النيل. في هذا كمان أخو جوزي عندي معاق، في حماتي كمان الكبيرة معاقة شلل. والله الوضع مأساوي، يعني اللحمة من سنة ما دقناها، وضعنا مأساوي كتير. يعني الخبز نهار يجينا المنظمة ربطة تطلع لي، ونهار ما في أساوي لهم شوية عيش برغل بزيت نباتي يأكلوا. هاي أغطيتنا، هاي غير هدول ما في معنى نتغطى فيهم. العيلتين وحماتي وأخو جوزي باركين بهاي الغرفة، ما عنا غيرها. الخيمة بالمطر الشر فوقنا، ما عنا غير هاي الزاوية هيك يعني مليحة، من هون المي السحلة ثلاث أرباع الخيمة هون، بس هاي المحل هون ثابت من فوق. إلا كل ما في منظمات وزعت فحم، حطب، صوبيا، بيرين، مازوت، فلوس؟ لا لا لا، ما اجانا شيء، لا لا ابدا، ولا منظمه. طيب الان في حملات تبرعات، يعني انا على الاقل عم بشوفها، يعني في ناس ببعض المخيمات عم توزع فحم، يعني فاعلين خير او منظمات صغيره او كذا، يعني هذا الشيء ما وصل لعندكم لسه؟ لا والله يا اخي لا لا لا، ما اجانا شيء ابدا. يعني هذا المعاق مع سلسبول ليلي، حطوا له حفاضات، حماتي العاجزه، ايش بده يصير هالراتب 150 ليره؟ ايش بده يصير؟ والله يا اخوي اولادنا على الدبس، عايشين على دبس البندوره، ما في يعني شيء طعميهم، وانت شايف الوضع المأساوي شلون. والله العظيم شحاطات ما في باجريهم، لباس يعني حاله يرسى لها. شايف شلون حالتنا؟ طلع الخيمه على النايله، حسبي الله ونعم الوكيل. مرحبا. أهلين أهلين. خالتي تحكي لنا عن الوضع، وانت شو وضعك؟ وضعي زيد معنا، لا زيد ينزيك مع ابني وما عدشانين اثنين، قاعد وساكت مدي ومشي وقاعدي على طول. هاي قعدتي؟ اي على طول على طول، ومعي سكر زيد. اي والله ما بتدفيكي؟ هل حاف بدفيك؟ ايش بدي يا اخوي؟ ايش بدي اسوي؟ ندرخ ملتفلين مع نهار قاعد والله. ايش بدي اسوي؟ هذا اللي الله تبع علينا، هذا اللي الله. اي والله يا ابو اخوي، لا مد لا شيء، لا غطمه الخلق، لا صوبات، لا شيء. والله يا اخوي هاي حالتنا، شوفت عينك. اي مرحبا عمو. الحمد لله. كيفك؟ مليح. شو اسمك؟ عبد الغني. عبد القادر؟ عبد الغني. عبد الغني كم عمرك؟ 15 سنه. 15. طيب نحكي مع الاخت معلش. مرحبا اختي. اهلين اخو. احكي لنا عن وضعكم اختي. اخي انا ودرتي قاعدين سوا، تدفئه ما بي، مد ما في، تحت البرد قاتلني، اللهم لا حول ولا قوه. هذول الاولاد بيضلوا هيك بنفس الوضع كل يوم بالليل بالنهار؟ ايه ما عندنا تدفئه ولا حطب ولا شيء على الببور. بس الببور حتى خطر يعني بصراحه، يعني قبل شوي احنا جايين شفنا عائله بسافين ولد مختلج من رائحة البلاستيك اللي عم يشعلوه بالصوبيا باعتبار ما في فحم، فيعني اختلج من الرائحة الولد، فهذا الشيء ما اخذينه بالحسبان، لكن ما في بديل. والله طلع اولادي حتى يعني مرضاني، والله وعندي هذا معاق، ابني معاق، يعني ما عندنا شو اعاقه الولد؟ اعاقه تحليل
الحمد. أعطوني ما على الحليل مقطوع. شو اسمك؟ رهف. رهف؟ كم عمرك؟ 10 سنين. 10؟ عبدوشي ما بصير. طيب نرجع وننهي معك أم سطيف. أم سطيف برأيك أنت شو أكثر مستلزماتكم ويعني بصراحة كيف ممكن تتدبروا أموركم في حال الوضع بقي مثل ما هو؟ شو مطالبكم؟ يا أخي أول شيء يعني خيمة، بعدين شايف شلون وضع هالمد، حالتنا المادية للصفر، يعني علاج هذا بده علاج. الحج هون هذاك الطفل عنده انقطاع حليل، والله أخذناه بده عملية، ما عندنا من 400 ما يعني تركي ما اعرف ايش قد 4000 تركي ما اعرف ايش قد، ما عندنا ولا ليره منهم، يعني يبول على حاله. بده عمليه؟ اي بده عمليه. من المصاري ما عندنا ولا ليره، والراتب 150 ليره ايش بده يكفي كل هالشهر؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طيب اختي شو رسالتك انت كنازحة سورية قاعدة في خيمة، ومع انه منتفاجئ او ما انا ما بتفاجئ، لكن ممكن كثير من المشاهدين يتفاجئ انه كل المطالب خيمة 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 خيمة. هذا موضوع بصراحة يعني يعني قلت لك نحن ممكن نتقبل ونعرف عايشين الواقع، لكن طبعا. الناس بتقول شو السبب يعني خيمة يا أخي؟ يعني الخيمة شقد من تقاوم سنتين ما بتقاوم، وأنت على علمك وعلم غيرك أني من قيمة ما أجا لهالمنظم خيام أو شيء، ما أجانا خيام من زمان، ما أجانا لا خيام ولا تدفئة ولا صوبات، من قيمة صلى منظماتنا يا سيانتنا. طيب أهل الخير اللي بيشوفوا بيتقوا الله بيعرفوا الله أنه بيطلعوا على حالة الناس شلون، اللي قاعد بدفى وعفى ومو حاسس بهالعالم شلون حالتها، يجوا يتفرج على عيشتنا وحالتنا شلون عايشين. شكرا كثير. الله يسلمك يا رب. إذا كما سمعت أحمد، أقصى المطالب وفي كل مرة يتم التركيز على خيمة، لا يتم التركيز على منزل أو شقة أو غسالة أو تلفزيون أو سداج أو أي شيء آخر، يتم التركيز على التدفئة والخيمة بسبب أن الخيام بالية منذ سنوات. إليك أحمد. شكرا جزيلا لك علاء، وللحقيقة أنا مثلك تفاجأت في أن كانت كل الطلبات فقط خيمة لها ولأولادها، كان الله في عونهم، وجزيل الشكر لك علاء الدين يوسف على هذا الجهد. للحقيقة مراسلنا كنت معي عبر الأقمار الاصطناعية من الشمال السوري.